السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وعودة أخرى مع وائل عباس وقناة عبقري علم. النهاردة بحث ينشر لأول مرة أو دراسة تجربة عملية. أنا ببسط الحاجات دي بصورة مبسطة جدا، لإيه؟ لكيفية جمع وتكفيف وتصنيع حبيبات علف من أوراق شجرة البولونيا، الشجرة الواعدة بولونيا إلينجاتا، الشجرة الواعدة اللي أنا قلت لو زرعتها الدول العربية هتقدر تصدر الخشب وتقدر تستفيد من الشجرة دي بحاجات كتيرة جدا. هنشوف النسب، هنشوف كيفية الإضافة، التصنيع، إيه أفضل النتائج. البحث ده معمول على أرانب نيوزيلندي بيضاء. ببساطة شديدة البولونيا زي ما قلنا لكم قبل كده شجرة متعددة الأغراض، تنمو سريعا ويتم الحصول على الأخشاب في عمر من 7 لـ 8 سنوات. لكن في الفترة الأخيرة تقارير عجب عن أوراقها الغنية بالنيتروجين بتوصل لحد 20%. علشان كده العالم كله توجه لدراسة استخدام الأوراق في الأسمدة وفي الأعلاف، علشان كده وبكده تمت دراسة مكونات الورق دراسة دقيقة اللي اتجمعت على فترات في جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت التحاليل إن أوراق البولونيا ممكن استخدامها فعلا كعلف واعد للماشي عموما. تم جمع الأوراق في شهر 4 وشهر 11 لحد شهر 11 من قلت لكم بولونيا إلينجاتا، عمرها 30 يوم. وتم وضع الأوراق ديت في أكياس ورقية، وتم وزنها بالأكياس، وبعدين حطناها في مجفف. المجفف ده كان على درجة حرارة، هنا هو عملية تجفيف أوراقها على درجة حرارة 50 درجة مئوية لمدة 3 أيام. وبعد كده خدناها، الورق بقى الناشف بقى نشف طبعا جامد، عملنا له عملية طحن عادية جدا في دلو أو في مطحنة بتاعت عينات، أي مطحنة. وتم إجراء التحليل الكيميائي للأوراق ديت في الحاجة اللي أنا بقول لكم عليها ديت، وتم تصنيع بإضافات نسب معينة في كوريات العلف، كوريات العلف اللي هي الحبيبات بتاعت العلف. وعلشان ما ننساش اللي احنا قلناه قبل كده باختصار شديد جدا في الفيديو السابق اللي انا بشكركم عليه على كل التعليقات والاعجابات اللي حصل للفيديو ده، اشجار البولونيا بتستخدم زي ما قلنا لكم لانتاج الخشب، ومش خشب، مش اي خشب، ده خشب قوي خفيف متين ضد الرطوبة وضد النار. وتستخدم، ودي المهم جدا للوطن العربي، انك انت ممكن تصدر منه الاخشاب او تستعمل الاخشاب بتاعت جذوع الشجر، وبتثبت الكثبان الرمليه، اذا تصلح في الدول زي دول الخليج وغيره. ومش كده، ده انت ما بتزرع تحتها ما بتتاثرش الشجره زي الشجر التاني، ان الجذور عميقه جدا جدا بتبعد عن العناصر الغذائيه اللي موجوده على سطح التربه، وبتمتص العناصر النادره والغريبه عنك والبعيده عنك من اعماق التربه، اذا ما بتتنافسش مع المحاصيل اللي معاها. وبيستخدم زي ما قلنا الاوراق في الاسمده وفي بعض الدول بدات تعمل دراسات وانتاج لاستخدامها كوقود حيوي. واحنا شرحنا برضو ان البذور والاوراق والازهار بتحتوي على منتجات لمستحضرات التجميل وكمان منتجات طبيه. تم عمل كوريات اللي هي الكره الحبيبات اللي بتتباع ديت، كوريات العلف المناسبه. وطبعا انتم عارفين ان الكوريات ديت بتبقى افضل بكتير من اللي انا اطحنها او انا اكلها. ليه؟ عشان الغبار والتخزين والعماله. مع العلم ممكن تغذيتها على الاوراق الخضراء او ممكن عمل منها دريس، ولكن الابحاث البحث الموجود اللي انا هشرحه دلوقتي بتصنيع علف للارانب. البحث عن اوراق البولونيا علف جديد واعد وتأثيره على النمو والهضم، مش النمو بس، زيادة الوزن والهضم وكيمياء الدم
والبكتيريا المعوية. جريت الدراسة على نسب فقط، هي العيب الدراسة دي اللي اتعملت على 0% من غير أوراق بولونيا، و15 و30% من أوراق داخل النسب. طبعا انتوا عارفين ان النسب لأي علف بتعمل نظام الدايرة، دايرة 100% بحط مثلا فول صويا مثلا يعني 20%، ذرة 15%، ولحد ما جمع مستويات 100. هما عملوا نفس الطريقة، لا، وفي الدراسة دي أثبتت إن كل العناصر الموجودة في الورق البولينيا مشابهة تماما للموجودة في دريس البرسيم، ولكن بتركيزات مرتفعة قليلا. جدول قدامكم اللي بنعرضه دلوقتي، الجدول الأولاني بيعرض المكونات اللي عملوها وصنعوا منها حبيبات العلف اللي استخدمت في النظام الغذائي. كان 0% بولونيا، 15% بولونيا، 30% بولونيا. ده في الجدول الأولاني اللي قدامكم. تم وزن، طبعا طبعا جابوا، تم وزن 60 أرنب نيوزيلندي أبيض ذكر عمره 5 أسابيع. تم تخصيصهم بشكل عشوائي بثلاث مكررات تحتوي على 3 نسب من الأوراق البولونية 0 و15 و30 لمدة 8 أسابيع. وكان كل معاملة كانت عبارة عن 10 إقفاص، يعني 10 إقفاص و10 إقفاص و10 إقفاص اللي هم ال 30 أرنب دول. وكان كل قفص فيه أرنبين. كان حجم البوكس بتاع القفص ده 30 سم في 50 سم في 40 سم. تم التربية تحت ظروف ونفس المعاملة. في الجدول الثاني تركيب الأحماض الأمينية وغيره. في جدول أنا قسمته على 3 مرات لأنه طويل قوي. اللي عايز يصور من الجداول، أنا بحاول أبسط الموضوع لأن الموضوع فيه تعيدات ياما، وفي نسب للتبن ونسب لمش عارف البرسيم ايه ونسب لايه. لا، انا يهمني تأثير اوراق البولينا على بتسبب زيادة وزن ولا لا، فببسط الموضوع. اللي عايز الجدول بيضغط يقف على الفيديو وياخد سكرين شوت ويكبر، هيلاقي الجدول واضح وكبير جدا. وده بالنسبة للجدول الثاني في التركيب الكيماوي والأحماض الأمينية وغيره وبعض الحاجات التانية. الجدول الثالث اللي بعديه اللي قدامكم ده بيوضح مستويات مختلفة من البولينيا على الأوراق، على الأرانب النيوزيلندية البيضاء خلال فترة التسمين. في خلال فترة التسمين أيوه. الجدول الرابع بيوضح استخدام برضو المستويات المختلفة من البولونيا على مواصفات الذبيحة نفسها، مواصفات الذبيحة من الأرانب النيوزيلندية عند عمر 13 أسبوع. ودي كانت المواصفات النمو اللي موجود على الأرانب. جدول 5 كان تأثير المستويات المختلفة، أيوة الجدول ده كان تأثير المستويات المختلفة من الأنظمة الغذائية هضم العناصر. الجدول السابع كان آثار المستويات المختلفة من التغذية على عدد البكتيريا في الأمعاء. درسوا حتى عدد البكتيريا في الأمعاء، ودرسوا في الجدول الثامن اللي قدامكم آثار المستويات المختلفة على الكائنات الحية الدقيقة في الأعور عند الأرانب. إذا أنا بلخص الموضوع ببساطة شديدة. البحث معقد جدا ولكن بلخصه ببساطة شديدة. واللي عايز استفسارات بيتك على أي جدول وياخد سكرين شوت ويكبره، هيلاقي الجدول واضح جدا. إذا أنا استخدام لقوا النتيجة ببساطة إن استخدام المعاملة 15% مش 30%، 15% من حبيبات العلف في غذاء الأرانب كانت أفضل معاملة، وما كانش لها أي تأثيرات سلبية على الأداء والهضم والعناصر ومكونات الدم. بالعكس، لوحظ انخفاض في بكتيريا المتسببة للأمراض اللي موجودة في الأعور
وتحسن نمو الارنب جدا. طبعا في المستويات انا فاهم المستويات 30% لا او زياده في الوزن برضه جامده، ولكن هو يهمه مش الوزن فقط، يهمه المصلحه العامه، امعاء الميكروبات اللي موجوده في الدم، الامعاء، نسب النمو بنسب معينه، يهمه احسن حاله غذائيه. اذا اما اوصل انا من اوراق البولونيا اللي هي انا ما بنتكهاش اصلا عشان الاوراق، استخدمها كعلف واصنع منها حبيبات العلف للارانب او الماشيه عموما. ولو عايزين فيديوهات على الموضوع ده، سواء للماشيه سواء للتسميد سواء تصنيع الحبيبات، اذكروا لي في التعليقات وانا اعمل لكم فيديوهات على الكلام ده. وانا ما بقولش فيديوهات اي كلام والله، يعني انا مسؤول عن كل كلمه انا بقولها، دي ابحاث علميه نشرت في من ودايما بدور على الابحاث العلميه الجديده في 2023 22 اقل حاجه 21. دي احدث حاجه، الشجره ديت عجيبه، الشجره ديت جميله جدا، مفيده للوطن العربي، وخصوصا ان احنا عندنا تصحر وعندنا قله ماء، الشجره دي بتتحمل الجفاف لابعد الحدود. فيا ريت يكون الفيديو انك انت ممكن تغذي الارانب او الماشيه عموما على اوراق البولونيا، يكون استفدت منه. واي حاجه توضيحيه انا تحت امركم. معاكم وائل عباس، والى اللقاء في فيديو قادم. هو تنسونا بلايك او تعليق او شير او واشترك في القناه ليوصلك لكل ما هو جديد، وانتظر مني الفيديو القادم، فيديو مفاجاه عن ازاي نستفيد من العلوم وازاي نحسن وضعنا ونحسن وضع بلدنا. وكل عام وانت بخير. معاكم وائل عباس وقناه عبقري علم.